مصدر أمني بوزارة الداخلية قال إن الأجهزة المختصة وإدارة المصنفات اتخذت إجراءات قانونية ضد عدد من المواقع الإلكترونية وحجبها لمخالفتها القانون. أوضح المصدر أيضا إن هذه المواقع إلى جانب مخالفتها للقانون بتنشر أخبارا كاذبة ولا تلتزم بمعايير المهنة، مؤكدة إن كل الإجراءات ضد هذه الوسائل قانونية. حلو قوي الجزء الاخير ده، علشان بعض الناس قد يهيئ له ان هو الموضوع بيتم بشكل غير قانوني، لكن الموضوع قانوني لان بتبث يعني اخبار كاذبه، واعتقد ده بيضر بالامن القومي في النهايه. واحنا هنسال كمان بالتفصيل يعني ايه القانوني بالزبط. ومدى قانونيه هذه الخطوات وازاي كمان بتتنفذ بشكل عملي.